مشاهدينا يحتدم المشهد العسكري في اليمن وسط إصرار كل من طرفي الصراع إحراز تقدم على حساب الآخر. فمع استمرار عمليات الاستهداف من قبل التحالف العربي جوا وألوية العمالقة التابعة له أرضا، تمكنت قوات الحكومة من تحقيق تقدم على حساب الحوثيين. وفي السياق دانت الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية الغارات الجوية التي نفذها التحالف العربي على مركز احتجاز بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وأدت إلى مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة 200 على الأقل بحسب منظمة أطباء بلا حدود، فيما سارع التحالف العربي لنفي مسؤوليته عن الغارات قائلا أن التقارير الإعلامية التي تتهمه بتنفيذ العملية عارية عن الصحة. بالتالي نتساءل هنا مشاهدينا، ما دلالات العمليات العسكرية المكثفة للتحالف العربي على مواقع سيطرة الحوثيين وتداعياتها؟ وهل تلقى الدعوات الأممية والأمريكية لإيقاف التصعيد آذانا مصغية من قبل طرفي الصراع؟ ما هو أو هل من حل بين الحكومة والحوثيين يعيد اليمن سعيدا؟ تصعيد عسكري خطير يشهده اليمن منذ أسابيع بين الحكومة اليمنية وألوية العمالقة بإسناد من التحالف العربي من جهة والحوثيين من جهة أخرى، أدى لإحراز الحكومة تقدما كبيرا على حساب الحوثيين عبر الغارات المكثفة لطيران التحالف العربي التي تستهدف مواقعهم وتوقع عشرات القتلى في صفوفهم بشكل شبه يومي. وفي سياق المشهد المتأزم، دانت الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية الغارة الجوية التي نفذها التحالف العربي على سجن في اليمن وأدت إلى مقتل أكثر من 70 شخصا. واستهدفت الغارة منشأة في صعدة التي تعتبر معقلا للحوثيين، ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريج للدعوة إلى إيقاف التصعيد والتحقيق بشأن الغارة الجوية. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن هناك حاجة إلى خفض تصعيد بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية من جهة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من جهة أخرى. وأضاف بلينكين في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن تصعيد القتال لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب اليمني. وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن الاستهداف أدى لإصابة أكثر من 200 شخص ومقتل 70 آخرين على الأقل، مرجحة ارتفاع عدد القتلى. التحالف العربي نفى من جهته استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وقال أن التقارير الإعلامية التي تتهمه بتنفيذ العملية عارية عن الصحة. وتشهد اليمن حربا ضروسا بين الحكومة والحوثيين منذ سنوات يحاول فيها كل من الطرفين التقدم على الآخر، لكن الفاتورة الكبرى يدفعها المواطنون اليمنيون. أرحب بضيفي من عدن السيد عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. ضيفي، أهلا بك في حلقة اليوم من برنامج وقفة مع الحدث. بداية، نحن أمام مشهد عسكري في اليمن، يعني تحتدم المعارك بين الطرفين، الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين من جهة أخرى، وأيضا هناك تصعيد في الاستهدافات من جانب الطرفين. بداية، ما دلالات العمليات العسكرية المكثفة من جانب الطرفين، محاولات الطرفين أيضا إحراز تقدم على حساب الآخر وتداعياته على المشهد بشكل كامل؟ بالبداية شكرا لكم وتسليط الضوء على الوضع في اليمن. بالطبع التصعيد المستمر من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه محافظات عدة ومنذ بداية العام 2021، حيث صعدت هذه الميليشيات باتجاه محافظة مأرب والضالع ويافع وعدد من المحافظات اليمنية.
هذا التصعيد استمر وحتى بلغت حدود محافظة مأرب، ثم يعني السيطرة على عدد 3 مديريات في محافظة شبوة، مما نتج عنه تشريد وموجة نزوح كبيرة. هذا التصعيد كان من طرف الحوثي ولم يستجب أبدا للنداءات الدولية التي كانت فيها قرارات لمجلس الأمن الدولي بالكف عن التصعيد، وحتى زيارة المبعوث الأممي السابق إلى محافظة مأرب ودعا إلى وقف التصعيد، إلا أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران رفضت الاستجابة لهذه الدعوات وهذه النداءات، مما جعل المقاومة الجنوبية وهي والمقاومة يعني قوات العمالقة الجنوبية باستعادة مديريات محافظة شبوة اللي هي بيحان وعين وعسيلان، وما أدى إلى طرد ميليشيات الحوثي من هذه المناطق النفطية والغنية بالنفط. إذا بالتالي يعني نحن الآن أمام مراحل متعددة لهذه المعارك التي تواجهها أو يواجهها الطرفين، بالتالي أبرز المراحل والذي تم تحقيقه اليوم، أبرزها اليوم تقدم لألوية العمالقة كما تم الحديث، ولكن التداعيات اليوم هو على المدنيين بشكل مباشر سيد عصام، بالتالي كيف يقرأ المشهد الإنساني اليوم في ظل هذه التداعيات واستمرار يعني هذه العمليات العسكرية بشكل مكثف؟ دعيني أبدأ من الخطوات التي كانت سبقت هذا التصعيد، وهي اتفاق ستوكهولم واتفاق جنيف واتفاق جنيف واحد وكذلك مشاورات الكويت. رفضت الميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الالتزام بهذه الاتفاقيات وقوضت الاتفاقيات، وكان آخرها اتفاق ستوكهولم. طبعا بالعودة إلى سؤالك أختي الكريمة، بالنسبة للتداعيات الإنسانية هي كبيرة، هناك أكثر من 2 مليون نازح في مناطق شبوة وكذلك مأرب وحضرموت وعدن، وحتى في الضالع كذلك هناك موجة نزوح كبيرة سببتها هذه المعارك. الوضع الإنساني متدهور للغاية، وكذلك الوضع الاقتصادي يزداد سوءا يوما بعد آخر بسبب سيطرة هذه الميليشيات على مؤسسات الدولة وتقويضها لسلطات الدولة. هذه كلها انعكست سلبا على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن. طبعا هناك عمليات قتل وهناك عمليات إصابة وهناك زراعة للألقام وهناك عمليات تجنيد للأطفال. الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان متدهورة بسبب هذا الانقلاب، وبالتالي وتعنت هذه الميليشيات على الاستجابة للدعوات الدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بقرار 2216. هناك قرارات دولية أدانت هذا التصعيد الحوثي باتجاه المناطق و المحافظات اليمنية ودعت إلى التفاوض، إلا أن ميليشيات الحوثي حتى هذه اللحظة لم تقبل المبعوث الأممي الجديد وبزيارة صنعاء، ويعني عمل يعني تعيق عمل الأمم المتحدة في تحقيق أي سلام قادم. نعم، يعني استمرار تعنت الحوثيين لإنهاء هذه الأزمة وحتى المشاركة في أي محادثات أي مفاوضات يعني قد يجد من خلالها لنقل أرضية مشتركة إن كان جميع الأطراف لإنهاء هذه الأزمة، ولكن اليوم حتى مع ذلك يعني هناك انتكاسات يعني تشهدها أو يشهدها الحوثي اليوم في المناطق التي يسيطر عليها، ومع ذلك مصر ومستمر على يعني المتابعة في الحرب. لماذا في هذه النقطة تحديدا؟ يعني اليوم ما خياراتها حتى في ظل هذه الانتكاسات التي تتم والتقدم الذي يحرزه الحكومة وتحرزه الحكومة اليمنية أو ألوية العمالقة الموالية للحكومة بإسناد من التحالف العربي؟ بالطبع هذا التقهقر هو سيجعل من ميليشيات الحوثي الإيرانية والمدعومة من إيران إلى القبول بأي تسوية قادمة. لا حل أمام المجتمع الدولي ولا حل أمام اليمن إلا بفرض سيطرتها على جميع المحافظات اليمنية. هذا التقدم وهذا التقدم الكبير الذي قامت فيه المقاومة الجنوبية وهي التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت يعني أحرزت هذه التقدمات، هي ستفرض على ميليشيات الحوثي القبول بأي عملية سياسية قادمة، وبالتالي هذا الإنجاز الكبير سنرى خلال الأيام القادمة ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات المراوغة وقبول بعض النقاط.
وبالتالي كلما تقدمت قوات الشرعية وكلما تقدمت القوات الجنوبية وحررت المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات، أعتقد أن كان السلام أقرب. لكن هذه الميليشيات طبعا لها أجندة، وهي قرارها ليس قرارها من نفسها، وإنما هي قرارها هي من إيران. إيران تريد أن تساوم بالملف اليمني وتقوض كل اتفاقيات السلام لأجل يعني مشاريع أو لأجل المشاورات والمحادثات على البرنامج إيران النووي. إضافة إلى أن هذه يعني هناك عمليات مترابطة، إيران تريد أن تضغط في الجانب السوري، في الجانب اليمني، وتريد تحقق إنجازات عبر هذه الميليشيات التي التابعة لها والتي أنشأتها في المنطقة. وبالتالي نحن نرى بأن يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على هذه الميليشيات، وفعلا هناك الآن عقوبات ولوائح يعني قامت فيها مؤخرا الخزانة الأمريكية، وفرضت على تيارات موالية لإيران، سواء كانت هذه التيارات من حزب الله أو كانت الحوثيين أو غيرهم. وبالتالي أعتقد أنا بأن هذا التحول في القرار الدولي سيفرض حلول وسيفرض سلام في اليمن. طيب، تتحدثون عن الحوثيين وتشددون على كلمة أنهم مدعومون إيرانيا السيد عصام، بالتالي وأيضا تفضلتم بنقطة أن قرارها ليس من نفسها وإنما قرارها من إيران، بالتالي يعني فعليا ما الذي يريده أو تريده إيران في ظل هذا التقهقر الذي نشهده اليوم للحوثيين داخل اليمن وداخل المناطق التي تسيطر عليها؟ متى سوف يعني تعطي القرار، إن كان فعلا القرار بيد إيران، لإنهاء وإيقاف الحوثيين عن ما يقومون به ويحاولون القيام به؟ أثبت التقرير الأخير لفريق العقوبات بأن إيران وهناك ميناء يقوم بعملية دعم الحوثيين، وهو ميناء إيراني يقوم بتزويد الحوثيين بالسلاح والمعدات والخبراء. هذا وتستهدف فيه الدول الإقليم والدول المجاورة، تستهدف فيه المملكة العربية السعودية بإطلاق الصواريخ المسيرة والطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكان آخرها الاعتداء الذي تم على أبو ظبي، وبالتالي وكذلك يعني تهديد الملاحة الدولية. كل هذه التهديدات تريد إيران أن تفرض سيطرتها وشروطها على المجتمع الدولي بدعمها مثل هذه الميليشيات. الوضع العام في اليمن يتدهور نتيجة هذه التدخلات ونتيجة تدخلات إيران. الحوثيين لا موقف لهم، الحوثيين هم يقوموا بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة لا أكثر. تماما. إذن الآن نرحب بضيفي من القاهرة ليشارك معنا في هذه التحليلات وهذه المحادثة اليوم التي نقوم بها فيما يخص الملف اليمني. من القاهرة أرحب بضيفي الدكتور صبري الجندي، كاتب صحفي في جريدة الأهرام. دكتور صبري أهلا بك. يعني نحن الآن أمام عمليات مكثفة عسكرية من جانب التحالف العربي، من جانب ألوية العمالقة، الحكومة اليمنية من جهة، وضد الحوثيين من جهة أخرى. بداية، كيف تقرؤون هذه العمليات المكثفة؟ إلى أين تتجه؟ يعني وحيثياتها فعليا، أبرز مراحلها والذي حققته بحسب متابعتكم للمشهد؟ هذه العمليات جاءت ردا على التصعيد المتعمد من قبل الحوثيين في مواجهة قوات التحالف بضرب الداخل الإماراتي لأول مرة، والتهديدات المستمرة من قبل الحوثيين للإمارات وترويع الآمنين في دولة الإمارات الشقيقة، وأيضا التحذيرات التي يطلقها الحوثيين للأجانب المقيمين في السعودية، سواء كانوا في الإمارات، سواء كانوا رجال أعمال أو عاملين من دول أخرى، بهدف زعزعة أمن واستقرار الإمارات، وبهدف آخر وهو التأثير اقتصاديا على اقتصاد الإمارات من خلال الترويع للمواطنين والترويع للمقيمين في الإمارات. هذه العمليات التي يقوم بها التحالف على مدى عدة أيام هي الرد الطبيعي والمفروض أن يحدث على هذا التصعيد الذي تم بدعم تقني وعسكري ولوجستي من إيران. الصراع الآن هو صراع مكشوف ومعلن
منذ أن قام التحالف بعملياته ضد اليمن أو ضد الحوثيين في اليمن، صراع معلن خلاص بقى بين السنة المسلمين السنة ممثلين في المملكة العربية السعودية ودول التحالف، والشيعة ممثلة في إيران. وبالتالي أعتقد أن من حق الإمارات الدفاع عن نفسها ورد أي اعتداءات على مواطنيها وعلى أموالها وعلى بلادها، وكل الدول المحبة للسلام والمحبة للأمن والاستقرار تساند الإمارات في موقفها. تماما، تتحدثون عن صراع معلن، بالتالي عبر هذه الكلمة وهذه الجملة نتحدث، هل من الممكن أن تبقى هذه العمليات مستمرة أم سيكون فقط من أجل تقدم محدود من جانب لنقل الويات العمالقة الحكومة اليمنية والتحالف العربي؟ شوفي، الحكومة اليمنية وقوات العمالقة بتحقق نوع من التقدم على جبهات القتال مع الحوثيين، لكن أعتقد أنه لا الحوثيين قادرين على حسم المعركة لصالحهم ولا التحالف قادر على حسم المعركة، بدليل أنه بقالهم 5 سنوات وأكثر في هذه الحرب على اليمن أو على الحوثيين لا تستهدف الشعب اليمني. قوات التحالف والحرب على الحوثيين لا تستهدف الشعب اليمني، وإن كانت لها ضحايا من الشعب اليمني، لكن الضحايا يسأل عنهم الحوثيين الذين شقوا الصف اليمني وشقوا الوحدة اليمنية وأجبروا العديد من اليمنيين على الرحيل من بلادهم وعلى الشتات في عدد كبير جدا من الدول، من بينها مصر. احنا عندنا عدد ضخم جدا من الأخوة اليمنيين عايشين وسطنا كأنهم مواطنين مصريين بالضبط. فعايز أقول لحضرتك أنه لن تحسم القضية اليمنية لا بنيران المعارك ولا بالسياسة، لأنه طالما أطراف الصراع تريد أن تظل في الواجهة وأن يظل الصراع معلنا ويأخذ مساحة من أمن واستقرار المنطقة ككل، إذن المسألة مستمرة سواء من التحالف أو من الحوثيين. كما تفضلتم، المشهد وهذه المعارك لا تنتهي أو لن تنتهي بنيران المعارك كما قلتم ولا حتى بالسياسة. هذه النقطة دكتور صبري سنعود إليها، لكن أعود إليكم سيد عصام. إذن بالتالي هذه الاشتباكات مستمرة، يقول ضيفي بأنها لن تنتهي لا بنيران المعارك ولا بالسياسة، إذن برأيكم بماذا ستنتهي هذه الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات والتي يعاني منها المدنيون أكثر شيء؟ بالطبع الحكومة اليمنية تؤكد مرارا وتكرارا بأن حل الأزمة في اليمن هي عبر التفاوض والحوار والتفاوض السياسي. هي يعني توجه للحكومة اليمنية معلن وليس خفي، وبالتالي نحن نؤكد بأن يعني ملتزمون بأي عمل سياسي أو حوار يفضي إلى السلام في اليمن. لكن كما شاهدنا ومن خلال الوقائع التي تتم بأن ميليشيات الحوثي لا تخضع لهذه الدعوات، وحتى كانت آخرها مبادرة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بإيقاف الحرب والشروع إلى السلام، رفضتها هذه الميليشيات وترفض كذلك التعامل مع المبعوث الأممي وترفض كل دعوات السلام. وبالتالي أنا باعتقادي بأن هذه العمليات العسكرية التي المباركة التي حققت إنجازات كبيرة وحررت عشرات يعني أكثر من 1000 كيلومتر خلال فترة وجيزة في محافظة شبوة هي كفيلة على تحقيق الانتصارات وتحقيق السلام. المناطق التي تحت ميليشيات الحوثي تعاني، سواء كانت هناك اعتداءات على النساء، اعتداءات تجنيد أطفال، زراعة ألقام، يعني حتى تجريف الهوية، حتى يعني وصلت إلى اعتقالات السياسيين والأكاديميين والصحفيين وتحويلهم إلى محاكمات.
هذه الميليشيات لا تعترف لا بالقانون الدولي ولا بالاتفاقيات الدولية ولا بالنداءات الدولية، وإنما تعترف فقط بلغة القوة. هي أسست على هذا المنهج، ولديها مشروع إيراني ليس مشروع عربي، وإنما مشروع إيراني يهدد دول الجوار، يهدد الملاحة الدولية. وبالتالي أنا باعتقادي بأن هذه العمليات ستستمر وستحقق إنجازات كبيرة، واليوم نحن في تقدم كبير في مناطق يافع وباتجاه محافظة البيضاء، وكذلك في مناطق شبوة المقاومة الجنوبية حققت انتصارات كبيرة، وأتمنى أن الأطراف الأخرى تشتغل بما فيها قوات الحكومة اليمنية ووزارة الدفاع وقوات يعني وعدم عرقلتها من قبل الإخوان المسلمين، وكذلك يعني والسماح للقوات الجنوبية وقوات التحالف بتحرير المناطق. دكتور صبري، يعني بالحديث عن الجانب الدولي في هذا الملف تحديدا الملف اليمني ومحاولاته لنقل الظاهرية التي نشاهدها لإيقاف هذا التصعيد وهذا الحرب، يعني كانت هناك غارة بالحديث عن الغارة الجوية التي استهدفت سجنا في اليمن في صعدة، تم اتهام التحالف العربي بتنفيذ هذا الاستهداف، فيما نفى التحالف العربي هذه النقطة، وعلى خلفية ذلك شهدنا دعوات ونداءات من أممية من جانب يعني المبعوث أو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأيضا من الجانب الأمريكي لإيقاف التصعيد. هل من الممكن أن تلقى هذه الإدانات اليوم آذانا صاغية من قبل طرفي الصراع لإيقاف هذه الأزمة، أم أن كما قلتم قبل قليل بأن المشهد لن يتوقف لا بنيران المعارك ولا حتى بالسياسة؟ أنا عندي قناعة أن المجتمع الدولي السؤال للضيف الدكتور صبري نعم. إلا وراء مصالحه. إذا كانت مصالحه في أي منطقة من مناطق العالم غير مهددة فهو ساكت وصامت، وهو الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. إذا شهدت مصالح العالم الغربي والمجتمع الدولي تهديدا في منطقة ما، تعلو أصوات هذا المجتمع الدولي ضد طرف من الأطراف. عندما ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية، الإمارات لم نسمع شجبا واحدا لهذا الموقف. وعندما بدأت قوات التحالف في الرد على هذه الاعتداءات، سمعنا أن هناك شجبا ومحاولات لإيقاف الرد واتهام الإمارات بأنها تستهدف مدنيين وتستهدف سجناء. على فكرة الحرب ليس فيها استهداف مباشر، لكن قد يكون مكان ما يختبئ فيه عدوك فتضربه، فيقال أنك تضرب بيوت المدنيين أو تضرب الأحياء السكنية أو الأحياء الشعبية أو سجون أو معتقلات أو ما إلى ذلك. لكن خلينا أقول لحضرتك إنه المجتمع الدولي لن يتحرك إلا إذا بدأت عمليات الحسم على الأرض عسكريا، وزي ما قلت لحضرتك هذا لن يحدث على الأقل في القريب العاجل، لأنه 5 سنوات من الصراع العسكري على أرض اليمن لم تحسم فيها المعارك لصالح طرف من الأطراف. لكن خليني أقول لحضرتك أنه دائما نحن نذهب إلى حافة الهاوية، التصعيد من الجانبين يصل إلى حافة النهر ثم يتراجع كل طرف لأنه له حسابات أخرى. قد تكون الإدانات الدولية التي بدأت تتصاعد ضد التحالف وضرباته التي جاءت رداً على العدوان الحوثي هي نقطة حافة الهوية التي يتراجع عندها الطرفين عن التصعيد، لكن لن تحسم المعارك لا عسكرياً ولا سياسياً ما دام هناك صراع ما بين الدول التي تقف خلف الحوثيين والدول الأخرى التي تشكل التحالف العربي.
في دقيقة سيد عصام، يعني فيما يخص أيضا نقطة المجتمع الدولي والجانب الأممي الجانب الأمريكي وكل المتدخلين خارجيا في هذا الملف، والذي يعني يريدون كما يتم الحديث في إنهاء هذا التصعيد وهذه الأزمة والوصول إلى نقطة وأرضية مشتركة بين الطرفين، نتحدث عنها، كيف تقرؤونها فعليا هذه المحاولات، وما مصلحة لنقل المجتمع الدولي في هذا الملف، ملف اليمني تحديدا؟ طبعا نبدأ من تطبيق قرارات مجلس الأمن الذي عملها هو بنفسه. هناك قرار مجلس الأمن 2216، هذا القرار الذي ألزم الحوثيين الانسحاب من المحافظات التي احتلها وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين بما فيهم الصبيحي وفيصل رجب وغيرهم من الصحفيين من السياسيين. لم تطبق مجلس الأمن والأمم المتحدة القرارات التي تبنتها هي، وبالتالي بالعودة إلى هذه القرارات وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، هنا سيتم التعامل مع هذا الملف بشكل جدي. أما ما هي مصلحة المجتمع الدولي في عمليات عرقلة، هذا السؤال الذي يتساءله فيه كثيرا من اليمنيين، بأن هذا التماهي الدولي والأممي مع ميليشيات اعتدت على المواطنين وقصفت المدن وقصفت بالأخير قصفت مطار عدن، قصفت الضالع، قصفت محافظات اليمنية، دمرت، هناك عمليات جرائم ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، ونسمع الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الحوثيه، بينما يستخدم ميليشيات الحوثي الاحياء السكنيه والمناطق والبنيه التحتيه والمستشفيات و يعني الملاعب كثكنات عسكريه، ومنها تدار عمليه تقصف بالطائره، تقصف يعني المناطق اليمنيه والمناطق الاقليميه كالمملكه والامارات بالصواريخ البالستية التي تتجمعها وسط هذه الأحياء السكنية أو في الموانئ، وكان آخرها في موانئ الصليف والحديدة تستخدمها كثكنات عسكرية. يقوم التحالف باستهداف هذه المناطق، مما نسمع هذا الشجب الكبير، بينما لم نسمع إدانات، ونحن يعني نشاهد هناك آلاف من المجازر بحق السكان. هناك يعني عندما صعد عبد الملك الحوثي وأعلن التعبية باجتياح الجنوب، هناك ارتكب الكثير من المجازر، هناك اعتدى على المدنيين في ميناء التاج والنازحين، هناك اعتداء على مجازر دار سعد والمنصورة والضالع. كل هذه الجرائم لم نسمع عنها إدانات لا من المجتمع الدولي ولا غيره. هناك تماهي مع هذه الميليشيات، شجع هذه الميليشيات على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. صمت المجتمع الدولي تجاه ميليشيات الحوثي شجعها على ارتكاب مجازر وجرائم، لأنها تعتبر نفسها فوق المساءلة، وأن لا يستطيع أحد أن يساءل هذه الميليشيات. هذا الوضع. طيب سيد عصام، يعني نعطي مجال 10 ثواني، انتهى الوقت المخصص للبرنامج، ولكن أريد تعقيب من ضيفي الدكتور صبري لو سمحتم. سيد عصام، 10 ثواني سيد دكتور صبري، من يتحمل مسؤولية استمرار الحرب في اليمن؟ الأطراف المتصارعة وصمت المجتمع الدولي والمعايير المزدوجة وتضارب المصالح الدولية على أرض الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والصراع بين السنة والشيعة، والدور الذي تلعبه إيران، والصمت من قبل دول عربية تماهي إيران. كل دي هي المسؤولة عن ما يحدث في اليمن وما سوف يحدث في اليمن وما سيظل يحدث في اليمن. نعم، أشكركما جزيل الشكر على كل ما تفضلتما به في حلقة اليوم. ضيفي من القاهرة الدكتور صبري الجندي، كاتب صحفي في جريدة الأهرام، وأيضا أشكر ضيفي من عدن السيد عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على كل ما تفضلتم به. في الختام أشكركم مشاهدينا، إلى اللقاء.